نفترض دائما في الموظف العام كل الصفات الجيدة، وأعتقد أن احنا كلنا نتمنى ده وكلنا لازم نشتغل على ده، وإحنا علشان نقدر أن احنا نقول إيه، نؤكد على أنه الموظف العام بيقوم بمهنته وصح ومظبوط وتالت ومتلت، ده من جهة. ومن ناحية تانية أيضا حماية للموظف العام، حماية لمستقبله الوظيفي، حماية لصحته، حماية لأسرته إلى آخره، برضو لازم يتخذ مجموعة من الإجراءات. وكان من أهم هذه الإجراءات هي لجان الكشف عن تعاطي المخدرات، وبالفعل تم تفعيل هذه اللجان، ويمكن في يعني أول أسبوع من تطبيق هذا القانون الخاص بفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة ظهر التقرير بتاع هذه اللجان أو نتائج لجان الكشف عن تعاطي المخدرات. وزي ما هي منشورة قدام حضراتكم كده على الشاشة، هتلاقي مثلا على سبيل المثال 8877 موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات. وده بالمناسبة بيجي مفاجئ، زي ما يقول لك كده الجماعة الإنجليز سبوت تشيك. طيب ما فيش حاجة اسمها لأ، ما فيش كلمة لأ، يعني هو مش بالمزاج بيني وبينك يعني. طيب ضبط 25 حالة إيجابية، كويس، مشكلة. طيب في بقى، خد بالك ودي حاجة مهمة هنبقى نناقشها برضو مع دكتور أيمن عثمان في الموضوع، الحاجة بقى اللي هي بتاعت إيه، لو أنا أسف دكتور عمرو عثمان، لو أنا جيت قلت قبل توقيع الكشف عليا يا جماعة أنا عندي مشكلة في التعاطي وبعد إذن حضراتكم عالجوني، في بقى كده 1000 موظف من ال 2877 زي ما أنا فاهم طلب العلاج طواعية بعد تطبيق القانون مش بعد توقيع الكشف عليه، لأنه هنا في فرق كبير، يعني في فرق كبير ما بين بعد ما أنا اتقفشت وفي فرق ما بتاع أنه لا أنا ما اتقفشتش بس أنا عايز أتعالج. التقرير بيقول أنه حصل انخفاض في نسبة التعاطي بين العاملين من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 ل1% حاليا، وده بقى جيد. فكرة الانخفاضات، يعني القصة مش تعالى أزيك أو تعالى أفصلك أو تعالى أجازيك إطلاقا، القصة هي مصلحتك أنت، صحتك أنت، صحتك الجسدية والنفسية، صحة أسرتك، صحة المجتمع المحيط بيك، العلاقة اللي ما بينك وما بين الأسرة وما بين الجيران وما بين الزملاء وما بين المواطن اللي جاي لك علشان يطلب الخدمة على سبيل المثال. فاهمنا أقصد إيه؟ لازم الموظف يبقى فاهم ده. الغرض من القانون ليس ضرب بيد من حديد، الغرض من القانون مصلحتك أولا. الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي وطبعا مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. دكتور عمرو، يمكن المذيع ادلى بدلو في شيء ما، قال ان الغرض من القصه كلها هي مصلحه المواطن، مش ان احنا نجازي المواطن، مش ان احنا نرفد المواطن، مش ان احنا ناذي المواطن في لقمه عيشه. يعني خليني اقول لحضرتك ان الهدف الاساسي هو اكبر من كده كمان، الهدف الاساسي هو حمايه ارواح الابرياء. كويس. مش هنستحمل حوادث جديدة جراء مباشرة العمل تحت تأثير المواد المخدرة. خليني أقول حضرتك أن المشكلة دي عصفت بحياة العشرات بل المئات الحقيقة من الأبرياء المواطنين اللي كان بسبب يعني تعاطي مواد مخدرة زي الاستروكس حتى رمسيس على سبيل المثال، والعديد من الحوادث اللي كانت بسبب تأثير المواد المخدرة على العامل بشكل كبير. احنا بقالنا اكتر من سنتين بننفذ حملات الكشف على المخدرات في الجهاز الاداري للدوله، واول لما بدانا كان في 2019 كانت نسبه المخدرات تخض، كانت حوالي 8% ما بين العاملين كانوا بيتعاطوا مواد مخدره. كشفنا في خلال العامين على ما يقرب من 500,000 موظف، قدرنا ان احنا نخفض نسبه التعاطي الى حوالي 1.7% في نهاية 2021. مع 2022 بدأنا في تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، تحديدا مع بداية الشهر الجاري في فبراير 2022. بدأنا في أول أسبوع كشفنا على أكثر من 2800 موظف
لقينا نسبة التعاطي ما بينهم حوالي 1%. ده انخفاض تاريخي طبعا. ما حصلش قبل كده. لكن احنا قصاد 25 موظف تبين وتأكدنا ان هم يبشروا العمل تحت تأثير المواد المخدرة ولم يتقدموا طواعيطا للعلاج، وبالتالي الفصل سيكون مصيرهم. وبالفعل بدأنا مع الجهات الإدارية، تواصلنا معاهم وجاري اتخاذ قرارات الفصل. النقطة المهمة ان احنا بندعو اي موظف عنده مشكلة مع المخدرات ان هو يتقدم ولن يقع تحت طائرة القانون، يتقدم للعلاج من خلال 16023. هنقدم له خدمات العلاج بشكل سري وبشكل مجاني. خلال الأيام الماضية تقدم ما يقرب من 1000 موظف علشان ياخدوا خدمات العلاج، ولما كنا بنسألهم عن الدافع الأساسي للتقدم للعلاج كان خشية تطبيق القانون عليهم وفصلهم عن العمل. النقطة الأهم إنما النهاردة الباب مفتوح، في اي وقت يتصل على 16023 هنقدم له الخدمه العلاجيه. ولكن لو حصل ان اللجان نزلت هنا بقى، ما ينفعش اقول انا عايز اتعالج وسط اللجنه وهي موجوده قصاد، خلاص لا خلاص، طالما اللجنه كانت موجوده فالنهارده سوف يقع تحت يعني طائره القانون، ولازم النهارده يتم الكشف عليه. واي محاولات لغش العينه أو للتلاعب في النتائج أو النهارده إن يمتنع عن التحليل أو الهروب سيعامل معاملة الإيجابي، ودي نقطة في غاية الأهمية. الهدف الأساسي من هذا القانون إن أنا بضيق الخناق على الموظف اللي عنده مشكلة مع المخدرات، بحيث إن يبقى قصاده خيار واحد فقط وهو التقدم للعلاج. باختصار هو شعار المرحلة القادمة، يا تعيش لكيفك يا الأكل عيشك. طيب ده كلام كويس جدا اللي حضرتك قلته لي على مسألة ان الناس بتقول يا جماعة احنا عايزين نتعالج ده خوفا بس من تطبيق القانون. دي مسألة بصراحة مؤلمة جدا بالنسبة لي، لانه ده معناه انه لسه درجة الوعي بتاعت انه خاف على مصلحتك وخاف على مصلحة اهلك وخاف على مصلحة عيالك وخاف على مصلحة المواطنين يعني اخوانك في هذا الوطن، دي حاجة مش موجودة. يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا الفترات اللي فاتت زادت جدا نسبه التقدم للعلاج ما بين الموظفين بشكل كبير، وكان في دوافع ان انا النهارده لا انا عايز اتقدم للعلاج، انا النهارده عايز اتوقف عن المشكله بشكل كبير. لكن احنا دلوقتي في مرحله يعني لا خلاص احنا بنبتدي بقى نضيق الخناق بشكل كبير، لازم تتقدم للعلاج. مرحلة الدولة خلاص مش هتاخد فيها أنصاف الحلول وفكرة إن النهاردة تقدم وخد فرصة واثنين وثلاثة، لا احنا يعني ادينا فرص كتير جدا، مش هتنفع الحلول الرمادية تجاه هذه المشكلة، لازم حلول بمواجهة حاسمة والضرب بيد من حديد. وفي نفس الوقت زي ما أنا بأعود وأكرر، باب الأمل مفتوح للي عايز يتقدم للعلاج، بنقدم له الخدمه مجانا وفي سريه كامله. وعايز اقول لحضرتك ان مصر من الدول القليله جدا اللي بتوفر خدمات علاج الادمان مجانا لمرضى الادمان. طب عظيم جدا. طب دكتور معلش انا اطيل عليك، ايه هي اكتر انواع المخدرات تعاطيا يعني اللي اكتشفتوها حتى هذه اللحظه بين الموظفين اللي تم ضبطهم وان او بالادق اللي تم التاكد من انهم يتعاطون المخدرات؟ يعني لو تسمح لي بس بمساحه زمنيه شويه اقدر اتكلم على الموضوع ده. اتفضل يا فندم. من اكثر المواد المخدره مخدر الحشيش، ومخدر الحشيش الحقيقه بيسبب حوادث كثيره جدا خلال الفتره الماضيه، لان هو بيعمل عدم القدره على تقدير المسافات والاحساس بالمكان والاحساس بالزمان. يليه مخدر الترامادول، وانا هنا عايز احذر من استخدام الترامادول يعني بدون روشتة طبية، واستخدامه أو إساءة استخدامه في أغراض جنسية تحت مزاعم إن هو النهاردة بيطول الممارسة الجنسية أو بيساعد على زيادة القدرة الجنسية أو ما إلى ذلك. الموضوع ده في غاية الخطورة في الفترة أو الحالية، في ظن بعض الناس إنه يزيد قدرتهم على ساعات عمل طويلة. بالظبط كده. فللأسف المفاهيم المغلوطة دي في غاية الخطورة في الفترة الحالية.
دلوقتي بدأ يظهر على السطح المخدرات التخليقية زي الشابو والاستروكس وما إلى ذلك. المخدرات دي يعني حقيقة هي ضربت العالم كله. احنا في فترة اللوك داون او فترة الاغلاق الخاص بكورونا كان عملية التهريب المتعارف عليها من خلال الموانئ الجوية او البحرية ما كانتش يعني ماشية بالشكل الطبيعي المتعارف عليه من جانب تجار المواد المخدرة، وبالتالي بدأ العالم كله يتجه الى تصنيع المواد المخدرة التخليقية وهي مواد في غاية الخطورة. عايز اقول لحضرتك ان احنا كان عندنا نسبة المواد التخليقية ما بين مرضى الإدمان في 2019 7%، دلوقتي وصلت ل 17% ما بين المتقدمين للعلاج عندهم مشكلة مع المخدرات التخليقية. المخدرات التخليقية الحقيقة أنها بتسبب العديد من الأمراض النفسية، بتسبب السلوك العدواني بشكل كبير، بتعمل هلاوس بصرية، هلاوس سمعية، بتخلي الشخص ممكن يرتكب جريمة بدم بارد. وإحنا حاسة الإسماعيلية مش بعيد لما الموظف لما المرتكب الجريمة ارتكب الجريمة وكان بيتفاخر بيها في الشارع بشكل كبير. فالحقيقة المخدرات التخليقية لازم إن إحنا نتوقف عندها بشكل كبير، لأنه هو نمط جديد من التعاطي مش سهل، بتحدث الاعتمادية بشكل سريع جدا، بتحدث الإدمان بشكل بوتيرة سريعة للغاية، وهي من أخطر المواد المخدرة على مستوى العالم كله مش بس على مستوى مصر. كارثة. طب أخيرا معلش يا دكتور، هل لازال الناس عندها الظن بتاع أصل الحشيش ما بيسببش إدمان؟ أنا هرد الحقيقة على مزاعم البعض في الموضوع ده وأقول إن 51% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج عندهم مشكلة اعتمادية على مخدر الحشيش. وده هنا يقول لك إن لا، الحشيش النهاردة بيحدث اعتمادية بشكل كبير، لا سيما الاعتمادية النفسية، بدليل إن 51% من اللي طالبين العلاج عايزين يتعالجوا من مخدر الحشيش. النقطة الأهم، مخدر الحشيش دلوقتي بقوا المروجين حقيقة بقوا بيدخلوا فيه العديد من المواد الكيميائية يتخليه يحدث الاعتمادية والإدمان بشكل أكبر. الحشيش دلوقتي مش زي الحشيش قبل كده، النهاردة ابتدى يبقى فيه عليه مواد كيميائية علشان النهاردة الزبون رجليه على طول تيجي في الخية وما يدخلش في التعاطي بس، لا كمان يخش في سكة الإدمان، لأن ده هو الهدف الأساسي لتاجر ومروج المواد المخدرة. كارثة. دكتور عمرو، احنا الحقيقة طبعا نشكركم دائما على جهودكم اللي بتبذلوها في مواجهة هذه الكارثة. اشكرك جدا دكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.